طبعا في الظروف دي لازم ناخد إجراءات ولنحمي الاقتصاد المصري ونحمي المتعاملين فيه ونحمي المؤسسات بتاعتنا. قلنا 6 أشهر من دلوقتي البنوك مش هتطلب من حد سداد أي حاجة من هنا 6 أشهر الجاي، سواء كانت مؤسسات صغيرة، متوسطة، شركات كبرى، أفراد، هيئات حكومية، هيئة البترول، هيئة الكهرباء، شركات قطاع الأعمال العام. أنا بنتكلم على مبلغ قروض في النظام 1,800,000,000,000 جنيه، 800 مليار جنيه، تريليون 800 مليار جنيه. في 192 ألف شركة، ال 192 ألف شركة تمتعوا بهذه الميزة وتمتعوا بانخفاض الفوائد بدرجة كبيرة، تمتعوا بانخفاض الفوائد 3% على 800 مليار. نعم. والقطاع الحكومي تمتع بتخفيض الفائدة 3% على 600 مليار. نعم. وقطاع الأفراد أيضا. جينا برضو لقينا في قطاع الأفراد في 940 ألف مواطن متأخر في سداد، متعسر في سداد القروض بتاعته من قبل كده. ال 940 ألف دول احنا شلنا من عليهم الفوائد القديمة، عافيناهم الفوائد القديمة اللي هي كام؟ 9 مليار إجمالي الفوائد اللي اتشالت، و 9 مليار دي متضمنها نصف الدين، يعني احنا شلنا الفوائد كلها ونصف الدين. كويس. اجمالي المبلغ اللي اتشال 9 مليار. كويس. اجمالي المبلغ اللي اتشال على ايضا الشركات القطاع الخاص المتعثرة من فوائد قديمة 40 مليار جنيه. طبعا 50 مليار لتمويل التمويل الوحدات لمتوسطة الدخل العقارية عشان يشتروا شقق، فعطيناهم قروض 20 سنة بسعر فايدة 8%. بجانب ده احنا ضخينا 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية عشان هي بتوصل للمواطنين في التمويل المتناهي الصغر، وصلوا ل 3.6 مليون مواطن، ده عدد طبعا ضخم جدا. مؤشراتنا الاقتصادية والمحللين الاقتصاديين في العالم اللي اتكلموا على وضع مصر الاقتصادي، الناس ترجع وتشوف هما كتبوا ايه. يعني وضعنا الاقتصادي قوي جدا، احنا اقوى من قبل 2011، احنا عندنا احتياطيات دولية ما حصلتش في تاريخ مصر. الحمد لله ربنا اكرمنا، والتضخم بعد ما كان وصل ل 33% وبالاجراءات اللي تمت الشهر اللي فات التضخم كان 5%، والتضخم الاساسي وصل ل 1.5%.
فبقينا ننزل الفوائد. فلما خفضنا الفوائد اصحاب المدخرين اللي هم 21 مليون عميل عندهم شهادات وعائلات كثيره بتعيش على العائد، احنا زودنا لهم العائد، عملنا لهم شهاده جديده ب 15% لمده سنه، عشان خلال هذه الفتره الصعبه ان احنا نقدر نعطيهم قدره ماليه وسيوله اكثر. السفر للخارج 3.5 مليار دولار في السنة. النهاردة السفر للخارج ده توقف لأنه وقف. صرفنا اكثر من 350 مليار دولار في الاربع سنين اللي فاتت. طب احنا ما كناش عملنا الاجراءات دي كنا جبنا ال 350 مليار دولار دول منين؟ احنا لما حد كان بيسلفنا كان بيسلفنا مليار دولار، طب كنا هنجيب منين 350 مليار؟ وكمان فوق ده زودنا الاحتياطي باكثر من 30 مليار دولار، وفوق ده زودنا أرصدة بنوكنا في الخارج بالعملة الأجنبية لغاية لما وصلت ل 19 مليار دولار من تقريبا صفر. حضرتك حصل لنا في 2011 بس مش كان حظر التجوال ده، كان انفلات أمن. كان أوحش. كان أوحش. وبعدين إحنا عندنا إيه؟ القطر اللي فاتت دي إحنا زودنا مكانات الصرف الآلي بصورة كبيرة جدا. ليه؟ عشان في الظروف اللي زي دي. عملنا حاجة تانية، عملنا بطاقة، أول بطاقة صرف بلاستيكية مصرية والمحول عملناها في مصر بحيث إن احنا نستقل عن مؤسسات فيزا وماستر كارد، عشان لو حصل حاجة برة احنا عندنا النظم بتاعتنا تقدر تشيل. احنا عندنا في البنوك والبنك المركزي في حاجة اسمها بزنس كونتينيوتي بلان، يعني بحيث إن احنا لو بيحصل اضطراب عندنا مراكز اخرى نشتغل منها، مراكز لتكنولوجيا المعلومات نشتغل منها، مقرات اخرى بنشتغل منها. فاحنا في البنوك من زمان عاملين حسابنا ان يبقى عندنا دايما البدائل انها نشتغل، وان المواطن ان هو لو حصل حظر تجوال كامل احنا عندنا مكنات الصرف الالي الناس هتشتغل عليها، بس برضه تشتغل بالعقل عشان كل الناس تقدر تعيش وتوفر احتياجاتها.